بدلا من أن تقتصر مهمة عين الفنان على رؤية مواطن الجمال ليعكس أعمالا فنية جميلة عبر لوحاته، فإن الفنان الأرجنتيني ليوناردو غراناتو صنع الحدث في عالم الفن من خلال تقنية رسم وتلوين مبتكرة تنطوي على استنشاق الطلاء من خلال أنفه ليتدفق بعد ذلك من عينيه على القماش. الرسام الشاب يستغل دموعه السائلة جراء الألوان المائية التي يستخدمها في لوحاته التي تجلب لصاحبها آلاف الدولارات في أسواق الفن. اكتشف غراناتو هذه التقنية بعد فترة وجيزة من وفاة جده، وبدأت هذه الموهبة عنده حين اكتشف إمكانية إخراج نوافير من السوائل التي تدخل عبر أنفه، وبدأ مع مرور الوقت يعمل على تطوير هذه الإمكانية. ويقول ليوناردو أن عائلته اعتقدت في البداية أنه مجنون عندما بدأ بممارسة هذه الطريقة في الرسم، لكنها تكيفت مع الأمر لاحقا لتصل به الحال إلى ابتكار هذا الأسلوب. ويرافق كل عمل من أعماله الفنية فيديو يسلسل العملية الفنية لإتمام كل لوحة، منها ما قد يستغرق دقائق أو أسابيع أو يستهلك مئات المليلترات من الألوان المائية. يستخدم غراناتو صيغة خاصة من الدهانات المائية لا تضر عينيها، ويعتقد الرسام الأرجنتيني أنه الفنان الوحيد في العالم الذي يتقن هذه التقنية الفريدة من نوعها، ويرى أنها طريقة رمزية تشبه بكاء كل عمل.